السلام عليكم خاوتي وخواتاتي، ومرحبا بكم جديد في قناتنا إيكغيك تي دي زد. كما عودناكم ودائما جبنا لكم اهم الاخبار. في هذه الفقره لاخبار الجزائر عدنا بالفيديو، راح نوريكم فيديو لامراه تختطف طفل رضيع وهذا بغرض استعماله في الشعوذه والسحر، والشرطه لحمد الله تتمكن من القبض على البلعونه. في الاخبار ايضا نحن نهضروا كيفاش يمكن للجزائر التفوق في مجال صناعة السيارات وبقوة ثانية. أخيرا في الأخبار، الجزائر تصبح المصدر رقم واحد لإسبانيا، وهذا رغم التوتر العلاقات بين البلدين، وإسبانيا الآن أصبحت تحت رحمة الجزائر تماما. كما شفتوا خاوتي، هذه هي أبرز عناوين أخبار اليوم، ما نبقى معنا حتى الآخر باش تعرفوا كاع التفاصيل. قبل ما نبدأ هذا الفيديو أيضا أرجوكم خاوتي دعمونا بالضغط على زر الإعجاب، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، هذا راح يدعمنا بزاف نصدّيو الحملات السينيارة. شكرا لكم خاتي، وبلا ما نطول عليكم هيا الى الفيديو. في الموضوع الاول ولا الخبر الاول، راح نهضروا كيفاش يمكن للجزائر التفوق في مجال صناعة السيارات. كما راكم تشوفوا معايا هنا في هذا الفيديو خاوتي، راح نقول لكم مصمم جزائري بارع. هذا الشاب الجزائري من تلمسان يصمم السيارات بنسبة 100% جزائرية، حيث أنه يصمم الشكل الخارجي. وشوفوا خاوتي مدى جمال السيارات اللي يقوم بتصميمها، يعني تشبه للتسلا، ولكن هذا التصميم ربما هو حتى أقدم من تسلا حتى. لماذا خاوتي أنا نحضر على كيفاش يمكن للجزائر التطور في مجال السيارات؟ لأنه خاوتي عدنا يعني كل واحد في من مختص في الجزائر، انتشرت فيديوهات تظهر مطورين يمكنهم صناعة المحركات بالنسبة للسيارات الكهربائية ولباتري وما إلى غير ذلك، وأيضا شفنا تصميم لهياكل سيارات جزائرية محتاجة فقط إلى التصميم الخارجي. بس شوفوا معي هذا التصميم الخارجي شحال شبيه خاوتي. تخيلوا لو كان الدولة الجزائرية تقوم بدعم هذه المواهب، وأيضا خاوتي هذا الشخص ماهوش مجرد هاون يقوم بالعمل على هذه الأمور، وإنما هو أستاذ جامعي في تلمسان يقوم بممارسة هوايته وهي تصميم السيارات. وكما شفتوا خاوتي التصميم هذا عبقري حقا، يحتاج إلى الدعم، يستعمل فيها يعني تكنولوجيا، لأنه هو يمتلك القليل من الأموال باش يقدر يصنع هذا الفيس، ولكن لو يحصل على مساعدة الدولة وأيضا الدولة الجزائرية تربطه بالناس اللي تطور المحركات، راح يصنعوا سيارة من أجمل السيارات خاوتي، وأيضا هذا السيارة اللي يصنعوها راح تكون بأسعار معقولة للمواطنين الجزائريين، والجزائر منه تبدأ في صناعة السيارات الجزائرية 100%. ثم شكوا خاوتي في هذا الموضوع، علاه الجزائر ما تقومش بمساندة هذا الشباب اللي يمكنهم حقا تغيير الاقتصاد في الجزائر وتغيير حتى شكل الجزائر؟ خبرونا لكم في التعليقات. الآن في الخبر الآخر خاوتي، راح نشارك معكم فيديو لامرأة تقوم بسرقة رضيع من أجل استعماله في الشعوذة والعياذ بالله، وربما حتى السحر. يعني مصير هذا الطفل اللي راكم تشوفوا معايا في هذا الفيديو خاوتي كان راح يكون الموت والعياذ بالله، ولكن خاوتي الشرطة كما راكم تشوفوا هنا لادات الشروق هنا نشرت هذا الفيديو، لاداتها تقول باللي ماي 2023، يعني ما عندهاش بزاف. شوفوا كيفاش سرقة الطفل، هذه السحارة سرقة الطفل. شوف، ورأى مباشرة خاوتي الشرطة تمكنت في مدة أقل من 24 ساعة لاسترجاع الطفل، الحمد لله ربي نشكره. لكن شوفوا خاوتي، عليكم باللي هذا المرأة ماهيش وحدها في عملية السرقة هذه، راهي متواطئة مع زوج أخت زوجها وأيضا زوجها نفسه. ولا عفوا اخوها. الشرطه طبعا قبضت عليهم، شوفوا هنا هربت بالطاكسي وراحت، ولكن الحمد ربي كاين فيديو المراقبه. نتمنوا من الجزائر تعزز فيديوهات المراقبه على كامل التراب الوطني، يعني على الاقل في الاحياء الرئيسيه، ثم نتوجه للاحياء الداخليه، لانه كثير من الجرائم تصرى خاوتي وما عندهمش دلائل عليها. يعني هذه الزهر برك قدروا يحكموها بفيديو المراقبة، لأنه يعني لولا فيديو المراقبة لكان ذاك الطفل المسكين راح، وكان ما عرفناش المصير تاعو وين راح. المهم الشرطة الآن بدأت
تستجوب المرأة وتقولها على بالك واش درتي، هي تقطع زعما دارت روحها على بالهاش وقال لها يا راني شفناك في الفيديو ورانا حكمنا الاتصالات تاعك مع هذا المرأة، هذه مرأة واحدة أخرى. زادوا جابوا أيضا الأخ والزوج تاعهم وهضروا معاه على التفاصيل، ويعني قالوا له خلاص انا نحكم لك بالجروند ديل وعدنا الدليل عليك وعرفنا كاع واش راك حاب دير وراكم راح تخلصوا غاليه غاليه. واش راكم خاوتي في هذا الموضوع؟ يعني صحيح والله غير ان نشكر الشرطة على المجهود اللي دارتها، ولكن ايضا لو كان غير كما قلت لكم يا عم استعمال الكاميرات في الجزائر كاملة باش نقدروا نشوفوا مثل هذه الامور، لانه تخيلوا شحال حادثة كما هذه صرات وما التقطتهاش عدسة الكاميرا، لانه الدليل القاطع في هذه القضية هو الكاميرا طبعا. الان خاوتي خلونا نروحوا للخبر الاخر والاخير. هنضرو كيفاش الجزائر اصبحت المصدر رقم واحد للغاز الاسباني رغم توتر العلاقات بين الجزائر واسبانيا، فكيف حدث هذا؟ في الماضي خاوتي كانت امريكا هي الرقم واحد التي تصدر الغاز الى اسبانيا، ولكن الجزائر وهذا بسبب ان الجزائر قامت بمعاقبة اسبانيا فخفضت كمية الغاز اللي كانت تصدر لها، وايضا كان كاين انبوب يعقب عبر المغرب يروح لاسبانيا ومن اسبانيا ما كانش يخصها الغاز، ولكن بعد الازمة بين الجزائر والمغرب وايضا الازمة بين الجزائر واسبانيا الجزائر تخلت عن استعمال الغاز العابر من المغرب، وبالتالي نقصت الكمية المصدرة للغاز الى اسبانيا. ولكن في الاونة الاخيرة صارت قفزة في هذا المجال، حيث تستمر كما قلنا لكم مازالت مستمرة الازمة الدبلوماسية بين الجزائر واسبانيا، حيث ان الجزائر عاقبتها واوقفت التجارة بينها وبين اسبانيا، على الرغم من ان الرئيس عبد المجيد تبون قال بلي ما عندنا حتى مشكل مع اسبانيا، ولكن الواقع يظهر شيء اخر تماما. رئيس تبون يستعمل تقنية المعاقبة الصامتة، يعني ينقص غير من تحت. الان الجزائر تمكنت من ازاحة الولايات المتحدة الامريكية، وهذا هو الامر اللي يخلي الجزائر مرعبة في هذا المجال، وايضا الدول الان بدات تخمم 10 خطرات قبل ما تدير ازمه مع الجزائر، لان الجزائر ماشي كما الدول الاخرى. الدول الاخرى قادر تدير معها ازمه دوك غدوه تتصالحوا وخلاص يقول لك العلاقات الدبلوماسيه، لكن الجزائر شو راك تتعامل مع بنادم مش مع دوله، تغلط تخلص. المهم وفقا للاحصائيات لشركه انغانيس الاسبانيه المشرف على القطاع، نقلت الجزائر 29312 جيجا وات ساعة عبر خط انابيب منذ بداية 2023، كما سلمت 4878 جيجا وات ساعة من الغاز الطبيعي المسال عبر ناقلات الغاز الطبيعي المسال وهي البواخر، وبذلك تتفوق على الولايات المتحدة الامريكية التي كانت مسيطرة على واردات الغاز الاسباني. والآن الغاز الإسباني أصبح طاغٍ في إسبانيا، حيث في أفريل هذا فقط أرسلت الجزائر أكبر شحنة بلغت 31% من إجمالي الغاز الإسباني إلى الغاز الجزائري إلى إسبانيا عبر ناقلات في غضون 6 أشهر فقط. أيضا أمريكا كانت هي المصدر الرئيسي لإسبانيا، ولكن إسبانيا بالوقت ولا يعجبهاش الأمر لأن الغاز الأمريكي غالي بزاف وماهوش في نفس نوعية وجودة الغاز الجزائري. ايضا الغاز الامريكي يدي اشهر باش يوصل الى اسبانيا، وكما قلت لكم التكلفه تاعو غاليه وماهوش سهل الاستعمال مثل الغاز الجزائري، فلذلك اسبانيا عفست على خلافات بينها وبين الجزائر واستمرت في استيراد كميات ضخمه من الغاز الجزائري. يعني اسبانيا راهي معوله تستورد الكميه اللي تعرضها عليها الجزائر مهما بلغت مرتفعه. من رشاكم خاوتي في هذا الموضوع؟ ايضا خبرونا لكم في التعليقات. كما شفتوا خاوتي واخواتي هذه كانت ابرز عناوين اخبار اليوم. اذا عجبكم هذا الفيديو اللي حقيقه حسينا باللي بدلنا فيه نظري نحكوا على اخبار الجزائر فقط، ولكن الان ولينا نهضروا على بعض الفيديوهات اللي تظهر في الفيسبوك ونعطوا تعليقنا وراينا الشخصي حول هذه المواضيع. اذا عجبتكم هذه المواضيع وحبيتونا نستمروا في مثل هذه الامور ارجوكم خبرونا عليكم في التعليقات، وايضا اضغطوا على زر الاعجاب لانه هذا راح يثبت لنا باللي راه يعجبكم هذه الفيديوهات. شكرا على المشاهدة خاوتي، وسنلتقي مع المزيد من الأخبار والمواضيع. إلى اللقاء.